مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في فقرات صباح الشارقة، حيث الفن والأناقة غاية تسعى لها ربات المنازل من خلال إضفاء لمسات من الذوق الرفيع تعكس شخصيتها المبدعة في المنزل. يسعدنا أن تكون معنا اليوم في فقرة فنون منزلية الأستاذة ريتا جوهر، مصممة أشغال يدوية. صباحك خير، حياك الله ويانا. أهلا وسهلا. دائما في فقرة فنون منزلية وأشغال يدوية نتعلم هذه الشغلات الحلوة، كيف ممكن نحن نستغل أشياء بسيطة عندنا في البيت بأمور ممكن نحن نقدمها كهدية، أو حتى ممكن نستغل هذه الأشياء الجميلة كديكور في المنزل نفسه. صح. شو بنسوي اليوم في البداية؟ اليوم الهدف الأساسي من الكرافت او الاشغال اليدويه هي تزيين الشموع. حلو. مع اضفاء هي روائح العطريه في البيت. حلو. الروائح العطريه مثل ما نشوف نحن هنا من موجودات البيت، المواد الطبيعيه، من المواد الطبيعيه. صحيح. ما شاء الله. زين، شو عندنا الحين؟ هلا اول شيء رح نبلش بالشمعه. اخذت شمعه عاديه موجوده عندي بالبيت اساسا. حلو. ورح نزينها بالقرفه. اتوقع عند الجميع في بالمطبخ اكيد خلفة. وشمعة بعد ما اعتقد يعني في الشمعة بالضبط. الفكرة ممكن تكون الشمعة عطرية ممكن لا. اذا ما كانت عطرية ممكن نزينها بالقرفة او في مواد ثانية ممكن. حلو. نستغلها عشان نسوي رائحة عطرية جميلة. هلا في سببين لاستعمال المواد الطبيعية. اولها انه بنستعمل الاشياء الموجوده في البيت اوريدي. والشغله الثانيه بقول لك الروائح العطريه الكيماويه مضره للصحه. ايوه. على المدى البعيد بتعمل امراض خبيثه لا سمح الله، وبتعمل ربو للاطفال، فبالتالي نتجه للشيء الطبيعي احسن. حلو. وحلو نحن نستبدلها اكيد بالمواد الطبيعيه اللي طبعا هي مفيده تعتبر وما تضر بالصحه. صحيح. بشكل عام. الفكره منها هلا بنحط اعواد القرفه حوالين الشمعه، بنربطها لما من ولعها بلش النار تحمى. هي. بتحمى معها الاعواد وتطلع ريحه القرفه. صحيح. حلو. خليني اطلع كميه مناسبه. يعني بنحطي حاولي. حلو. حاولي حطيهم لانه في هيك في تركه. كيف نربط؟ وين كيف نربط؟ رح نربط بالخيط. يعني هنا نحن محتاجين خيط؟ خيط خيش ممكن. محتاجين شمعة. شمعة بالضبط. وقرفة. مظبوط. فنحاول ان نرتبهم. العدد هذا على حسب حجم الشمعة صح؟ بالضبط. وشكل الشمعة بعد. الشمعة بالضبط. ممكن في اعواد اطول من هيك اذا في عندنا الشمعة اطول. هلا اذا حاولنا نرتبهم بهالطريقة رح نتغلب بالربط. رح يعني بتضلها الاعواد توقع. اوكي. حلو. هلا في عندي انا زي نحكي تريك، بستعمل ربطه الشعر. نفس الربطه هذه. نفس الربطه، ربطه الشعر. حق شو نستخدمها هذه؟ بحطها على نفس الشمعه مشان تمسك لنا الاعواد. وهذا عقب اخر شيء صح؟ اخر شيء. حاولي تحطيهم انت. حلو. عشان تشوفي سهولة الموضوع. يعني وايد سهل وشكل حلو بعد. ايوه. يعني غير الريحة اللي بتطلع وبنروحها. صح. شكل الشمعة يعني صار وايد حلو. شوي انا بطيئة بس هو مع الاستمرار. لا 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 ما في سهل. لا هو يعني هي السرعة ما بدك تكون اسرع مني. السرعة مطلوبة ولا؟ لا. ما في ورانا شيء. خذي راحتك ونسوي هالشغلات الحلوه نتعلم ونستفيد. حلو. اوكي. بنحاول نرصها ما نترك فراغات بين الاعواد. ايه مشان ما تغلطنا بعدين. اوكي. بس خلاص في مجال بعد واحد اعتقد في مجال. خلص هيك. ممكن نحطها على الكاميرا. يعني اللي يشوف الشمع الحين ما يقول ان نحن حاطين هذه المواد الطبيعيه. صح. مزبوط. هلا بنمسك الخيط نحاول ننزل الربطه. اهم شيء اول شيء نربط بعدين نشل الربطه هذه. صح. اللي حطيناها قبل. صح. عشان ما نخرب الدنيا. زين. حلو. بنربطه بس بنشد الخيط عشان الاعواد ما تتفرق.
إذا في مجال نربطها ربطة حلوة. أستاذة ريتا، يعني ممكن إحنا نستخدم مثلا الصمغ مثلا في تثبيت الأعواد الجرفة مثلا؟ طبعا. ولا الصمغ ممكن يعمل تأثير؟ لا، ممكن نستعمل الصمغ، هو حسب ممكن. الديزاين يعني، بس احنا انا اخترت الطريق الأسهل. نعم. حلو. نشيل الربطة وشوف. فكرة كيف. جميلة على فكرة. يعني هذا حلو، واحد يشم الريحة وياكل في نفس الوقت بعد. شو ياكل؟ ياكل جرفة. حريت الشمعة. يعني وانت ياسة حاطة شمعة الجرفة عدالة، كنت تاكل شمعة بعد؟ تاخذين حبة جرفة تحطينها في الشاي وبعد غمسين وتاكلين. والأمور طيبة ها؟ طيب هلأ هاي خلصناها، ممكن تولعيها. شكل وايد حلو. حتى أنا ما أعرف أولع. ظهر الغاز خلص. شكلك مش يعني. مشكلة. مش مني أنا. لا. لكن هذه الشمعة جاهزة. ما علينا. ممكن. شكل حلو. أوكي. بس يبالي حق جمال شاي حليب. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. ما في أحسن من الشيء التقليدي. أي والله. سوينا ممتاز. الحين شوي وبنروح نشم الريحة. صح. هلا الطريقة الثانية ممكن نستعملها برضو للروائح، انه نعبي مرتبان الازاز. هذا انا كان في عندي سكر فيه، يعني مش شيء تشتريه خصوصي. يعني هذه العلب او الغراش هذه نحن نعبي فيها مثلا سوالف، بهارات. صح. ملح وهذه الشغلات، يعني ممكن نحن نستفيد منها عشان نسوي هذه الشغلات. صحيح. الحلوة. انزين، وبعد شو؟ في عندي حبوب القهوة. هي حبوب محمصة بس الحين بنسوي يعني بريحة القهوة. صح. بنعبيها. نعبيها كامل ولا على حسب؟ حسب مطلوب يعني. اعتقد كل ما عبينا اكثر كل ما كانت الريحه اقوى، ولا مش شرط؟ لا مش شرط، بس مش يعني شرط. انا عشان اعرف احط الشمعه فيها. حلو، يعني عبينا الغرشه هذه قهوه، بس يعني اسهل من كذا ما شيء. نحط فيهم اللي هو بسموها شمعه التي كاندل، الشموع الصغيره. بنحطها بس في النص. في النص يعني، بنحاول انه ندفنها. حلو. قدر الإمكان، بس عشان ما تنحرق منولعها. بس لازم نحاسب يعني. حلو. حاسبي أنت تحترقين. نجرب. تعرفي الأحسن منولعها بعدين منحطها. ناخذ هلا يعني ولعيها بعدين بنحطها عشان المسافه العود. بنجرب شيء، اخاف تحترقين يعني. يعني امل ما يخصك انت فيها. لا لا، هالمره لازم اسوي. يعني العود بيتكسر مسكين. قوي قلبك. شدي. لا كذي احنا لين باكر ما بنولع. لا نحن لازم نخلص يعني، نسوي شغلات ثانيه اليوم. انا اخلص. يلا خليني اساعدك. اساعدك. مش مشكله. مو متعوده امل ما شاء الله. على الكبريت. ما خلص ما يعني، انا بحكي الكبريت خلص صار يعني شيء تقليدي. هي بس بس الحين كذا كيف شكلها؟ امل ما تدخل المطبخ تولع الفرن والشوله. ها؟ التكنولوجيا الحين ما يبالها نحن نستخدم السوالف. صحيح. صحيح صحيح. هي في عندنا صار في عندنا شمعة القرفة، شمعة القهوة. عجبتني شمعة القهوة وايد، لأن أنا أحب ريحة القهوة وايد. صح. وحتى حاطة القهوة في السيارة، يعني من تفتح باب السيارة تشم ريحة القهوة كذا. تولعين في السيارة بعدين؟ لا، حاطة القهوة في السيارة عشان ريحة السيارة يعني. ما شاء الله إدمان قهوة ما شاء الله. نحب ريحة حلوة شي. طيب هلا الطريقة الثانية. نعم.
ما إلها دخل بالشموع. رح نجيب مرطبان، انت شو بتسموه؟ غرشة جبن يعني عادي، او اي غرشة عندنا نحن بالضبط ممكن نستغلها عادي. ممكن نفتح، انا جبتها بالغطاء عشان نعرف انه هي شيء من البيت بنستعمله. حلو، بس هذه نسكر ولا لا؟ هي اذا بنسكرها بتطفي يعني لما نخلص خلاص. بالضبط، عشان بس لما نخلصها عشان نأمنها بنسكرها. زين، وبعد هلا هاي الفكرة نستعمل فيها الحمضيات. حلو، أنا جبت برتقالة. برتقالة خلص دبلانة، بدل ما نرميها نستغلها بالزجاجة العطرية هاي. ليش؟ لأنه بتكون الزيوت العطرية مركزة كتير بالقشرة. حلو، تبعتها يعني نحن نستخدم للقشرة؟ لا لا، يعني إنه قشرة البرتقال؟ لا، منقطعها كلها. حلو، بشكل رفيع ومنحطها داخل. نقطع البرتقالة كذا شرايح. نعم. حلو. خلص ما في داعي نكملها. حلو. نحطيها على الأطراف. مش شرط، لأنه هلا رح نعبيها مي على جميع الأحوال. حلو. أوكي. هلا بنشوف حسب الحاجة. هلا في عندي انا كمان اعشاب عطريه، روزمارين او بسموه بالعربي اكليل الجبل. عندنا اكليل الجبل؟ اكليل الجبل بسموه. حلو، بالعربي. بنحط اعواد منه داخل المي، ونحط مي عادي ولا مي يعني دافي يكون او ساخن؟ هو دافي، دافي احسن، بس على جميع الاحوال هي لازم تنقع يعني 24 ساعه. في عندي كمان الفانيلا موجودة في المطابخ عند الجميع أتوقع. حلو. أمل، طبعاً قلاص الجبن هذا تعرفين أن هذا قلاص جبن. قلاص الجبن يعني إذا قلاص عسل، قلاص هذا ما ينفع. لا أنا قلت غرشة، اليوم عندنا غرشة جبن، لكن عادي يعني تقدر. كم غرشة جبن؟ أنت شكلك ما عندك غرشة جبن. خلاص عادي، حط غرشة عسل. بنحط رشة الفانيلا. حلو. شو اللي حطينا داخل؟ ملح؟ لا، فانيلا. فانيلا، كويس. فانيلا فانيلا برتقال وكليل الجبل. في كمان القرنفل. قرنفل، كل هاي عبارة عن شغلات عطرية. حلو. هلا ممكن نزين الغرشة بالخيش مشان تبطل شكلها جبن. فيونكا او اي شيء يعني، او ربطه عاديه. او ربطه عاديه. هلا انا بدي ازينها فيها. حلو، بس نربطها على الداير. شغلات حلوه يعني، فكره واحده منها تطلعين افكار كثيره بعد. صح. حلو، بس الجميل انا قاعدين نستغل احنا كل الموارد الطبيعيه في مساله يعني الروائح، في مساله البرتقال، القرنفل، الاشياء البهارات هذه. حلو، ما كانت تخطر على البال يعني انه ممكن. حلو، جميل. نحن شي خلصنا يعني هلا تقريبا، بس هاي وين بنحط الشمعه؟ داخل؟ لا، هلا لها طريقه مختلفه هي. ايوه، هذه مش شمعه، هاي مش شمعه. هلا بس الفكره اني راح اعبيها الكميه. حلو. هاي مي. بالتالي بتعطينا منظر طبيعي. زين، وكيف ممكن متى نقدر نشم هالريحه هذه؟ كيف نحن نخزنها في مكان معين؟ الفكره انه بنخليها بالثلاجه 24 ساعه. حلو. الزيوت العطريه بالروزمارين وبالقرنفل وبالبرتقال راح تطلع بالمي، راح تنتشر بالمي. حلو. بس بدنا نستعملها بنحطها بالمايكروويف. حلو. او بنسخنها على شمعه، ممكن بتعرفي كيف بعض الزيوت العطريه بنشمعها بعد 24 ساعه. بعد 24 ساعه بنحطها بالغرفه بعد التسخين. حلو. بتطلع الروائح كلها. ليش؟ لانه الزيوت العطريه بتكون طفت على سطح المي وبتصير تتبخر. وايد حلو، يعطيك الصحه والعافيه. نحن عندنا هني ثلاث شغلات حلوه، الشمعه بالقرفه وبالقهوه، وبعد
اللي هي خلينا نحكي روائح طبيعية. روائح يعني طبيعية. يعطيك الصحة والعافية، تسلم ايدك اكيد. نحن شاكرين لك تواجدك معنا استاذة ريتا، على طبعا نحن شاكرين لك اكيد على تواجدك معنا، وشكرا لك مرة أخرى. إذا مشاهدينا طبعا كانت هذه نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ناخذ فاصل سريع، من بعد هذا الفاصل نواصل معاكم مشاهدينا تريونا.